رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، وهنبتديها معاكم مع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الانستجرام، واللي نشرت صوره لبنت رفع علم النادي الاهلي وعلقت صوره الاسبوع اظهر لنا دعمك لنادي الاهلي او نادي القرن الافريقي اينما كنت. كمان هنت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر للسباحة بعد طبعا ما حصلوا على بطولة أفريقيا، وكتبت ألف مبروك منتخب مصر للسباحة أبطال أفريقيا، أخيرا أمجاد أفريقيا تعود، proud of you all. وكمان طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشر على تويتر ميعاد استضافته النهاردة على قناة النادي الأهلي الساعة 8 مساء في برنامج الأهلي الليلة مع أستاذ شريف فؤاد. نروح بقى للمحترفين في الخارج، هنبتدي مع كابتن اسلام الشاطر. لا بس هو كابتن اسلام الشاطر مش محترفين في الخارج، بس هنبتدي مع كابتن اسلام الشاطر اللي كتب تويته على تويتر واتكلم فيها عن مباراه ليفربول، وقال على محمد صلاح الا ينجرف لانانيه ساديو ماني الواضحه اهم مكان يميز صلاح هو الجماعيه في الاداء في الموسم الماضي، وفي مباراه اليوم لم ينجرف لانانيه ماني الا في الربع ساعه الاخيره، كلوب يجب ان يكون له دور قوي خلال الفتره القادمه. كمان نشر عمرو ورده على انستجرام صورته من ماتش امبارح في الدوري اليوناني واللي فازوا فيه 3-1. كمان نشرت صفحة ليفربول على تويتر صورة للثلاثي ساديو ماني وفيرمينيو محمد صلاح، وكتبت 32 بداية مجمعة للثلاثي مع بعض 66 هدف. كمان احتفلت صفحة اتلتيكو مدريد على تويتر بالسنة الأولى لملعبهم واندا، وعلقت اليوم يوم مميز جدا بالنسبة لنا. كمان نشر جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد على الانستجرام صورة لي في المباراة الأخيرة على ملعب واندا، وكتب فخر كبير لي أن أكون أول هداف لهذا الملعب الرائع. كمان نشرت صفحة داتشر فوتبول على الفيسبوك صورة لاندمام إبراهيموفيتش للسجل التاريخي مع رونالدو وميسي بعد ما أحرز طبعا الهدف رقم 500 ليه، وعلقت وقالت انضم زلاتان إبراهيموفيتش لميسي ورونالدو باعتبارهم اللاعبين الوحيدين اللي بيمتلكوا 500 هدف. كمان مارسيلو لاعب ريال مدريد نشر على الانستغرام صوره ليه من مباراه امبارح في الليجا مع اتلتيكو بلباو واللي تعادلوا فيها 1-1، وقال مباراه صعبه حصلنا على نقطه واحده نواصل مسيرتنا افكر بالفعل في المباراه القادمه. كمان اللاعب ادن هازارد لاعب تشيلسي على الانستغرام نشر صوره ليه من فوزهم في ماتش امبارح مع كارديف سيتي في البريمير ليج، وكتب اللاعب جيد يا شباب شكرا لكل اصدقائي. كمان نشر ديفيد دخية حارس مرمى مانشستر سيتي على تويتر صورة ليه من مباراته الأخيرة قصاد فالهم في البريمير ليج، علق وقال غني بصوت عالي غني بفخر. كمان نشر مسعود وزال لاعب أرسنال الإنجليزي على انستغرام من مباراة امبارح صورة ليه من مباراة نيوكاسل في البريمير ليج، وكتب ظهوري ال200 مع الأرسنال و300 نقطة للفريق وهدف واحد بالنسبة ليا. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير.